الوالد عم يقول انه نعمل العرس حتى لو كان مسافر وتجي تعيشي عندي بالحارة. انت موافقة على هذا الكلام؟ وليش لحتى ما وافق؟ الف الحمد لله. شوفي يا بنت الحلال، انا شرحت لك وضع الحارة وانت بنت غنى وعز وعايشة طول عمرك برا، فالوالد رأيه انه اذا بنت ابو العون بنت الحسب والنسب اجت وعاشت بهيك مكان فهذا الشيء رح يكون اسوى حسنة لجماعتنا، وهيك بتشجعوا وبيعملوا مثلك لما يجي الوقت. اول شيء انا مآمنة للآخر باللي بدكم تعملوه انت وبابا، مشروع عظيم، واذا نجحوا يعني عيش معك بكهف انا جاهزة. ثاني شيء انت بتعرف. شو بعرف؟ انا مو مصدق امتى اسمع منك. اجا بابا بالوقت المناسب، قوم نشوف البيت. رولا رولا خلص شغلي وارجع باسرع وقت. عمي ما بتتأجل سفرتك شوي؟ يعني والله مو معقوله تتركني انا بغادر بهيك يوم. جامع لاس فيغاس ضروري يتدشن باسرع وقت، هذا انتصار كبير إلنا بمدينه مثل هيك. الله يسدد خطاك ويبارك لك بكل شيء عم تعمله. سيف انا مو لحالي، واللي مثلي كتار، والحريصين على الاسلام بامريكا واوروبا عدد لا يستهان فيه، وهذا اللي عم نعول عليه. انا عندي ثقه فيك وبهي الحاله تحديدا. عمي الصراحة أنا لهلا ما عم بفهم شو مهمتي بالضبط. يعني الحارة شوفت عينك، رجعت بكر، الكهرباء بالقطارة، المي على الوعد بين اليوم وبكرة. الحارة البكر هي أفضل مكان نبدأ مشروعنا فيه، لأنه منقدر نعيد تشكيلها من جديد على هوانا، من الحجر للبشر. يا سيف الزمن تغير وعهد العنف ولا وراح، هلا عهد التكتكي والسياسي عالطويل. انت هون وجودك كتير ضروري، تجوز انت وغادة وركنوا حالكم، وافتح الصيدلية وحاول تكسب ود الناس وتصيد اللحظة الإيجابية يلي بتشوفها لصالحك. وانا مبشر انه انت صياد شاطر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت علي، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت علي. آمين. هاي أول مرة بعرف إنك مربي حمام، ما قلت لي قبل. قلت خليكي شايفتيني صيدلي مو حماماتي. أنا قصتي مع الطيور قصة كتير كبيرة، بحكي لك إياها بعدين. وخصوصي مع هذا الطير، تعي شوف. ما شاء الله شو حلو، ليش ما طيرته مع رفقاته؟ هذا الطير ما بيطير مع حدا، هذا ما بيطير إلا لحاله. لهالدرجة غالي يعني؟ قيمته مو بحقه.
سيف حاجة بخور عمتنا بكفي. ليش رجعت عمي قليلة؟ والله لو يطلع بيدي يبخر الحارة كلياتها. بابا بيتحسس منه بيتضايق كتير. افتح الشبابيك وهوي الغرفة يلا. امرك ابن الله ما شاء الله على الساعة يا عمي، يسلم ايديك يا رب. ليش عزبت حالك؟ ما في شيء من قيمتك ولك ابني، ان شاء الله ألف مبروك. وبالرفاه والبنين وتقضوا عمركم كله مع بعضكم. خلينا اياك يا رب. طمني عن اخواتي بابا، كيف وضعهم؟ ممتاز وبيسلموا عليك كتير كتير. يلا قريبا بتروحي انت وجوزك بتقعدوا عندهم فترة، او هن بيجوا لهون بعد ما بيخلصوا اولادهم المدارس. ان شاء الله رح جهز طاولة العشاء تكونوا متوم نجوكم. يا حبيبة قلبي يسلموا ايديكي. هات لشوف شو اخبار الحارة بعد ما سكنت الناس. والله يا عمي كتير صعبة، الناس عم تدور على ألف باقي الحياة. إيه لهيك أنا عم بشتغل على أكبر حاجاتهم، الكهرباء، وقريباً في حل جذري. عمي فيني أفهم أنت شو بدك بالحارة بالضبط؟ الخطوة الأولى بدي اشتري وأتملك، وإذا الله سبحانه وتعالى أعطاني بدي اشتريها من بابها لمحرابها، وكله عن طريقك أنت. أنا؟ هلا عن طريقي وعن طريق غيري، المهم المشروع ياخذ موافقة اللجنة الاقتصادية، وأنا شايف المشروع كثير مهم، حرام ما يصير. وهذا بس للتجريب. يعني إذا هالمروحتين أمنوا الكهرباء 24 ساعة، فأكيد أنا رح زيد العدد وأتوسع من الحارة للمنطقة كلها. مرحبا أستاذ خليل. أهلا دكتور عمار، أهلا أهلا. لا تشيل هم، في توجيهات بدعم وتسهيل كل ما له علاقة بمشاريع الطاقة البديلة، وأنا باللجنة أكيد ما رح أقصر. وأنا ما عندي شك، أنا بالأصل بحب أشتغل معك لأنه أنت إنسان نظيف وقلبك لله، وإذا مشي العقد أكيد ما رح أنساك. لا يا أبو العون، هاي ما حبيتها. ليش إمتى بحياتي طلبت منك أو من غيرك؟ هلا لا تفهمني غلط، أنا زلمة بشتغل نظامي وما بحاجة الرشوة، بس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ابن الهدية، وأنا بطبيعتي بحب أقدر الناس اللي بتتعب معي. إذا حابب تقدرني فعلا، أنا في إلي عندك طلب. أنت بتأمر